فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة المناسبة لتعليم الأطفال الحذر من رفقاء السوء، وخصوصا من الحركات التي فيها قلة أدب ليحذر منها الطفل؟ ما توجيهكم في ذلك وفقكم الله؟ نعم، السؤال: ما الطريقة المناسبة لتعليم الأطفال الحذر من رفاق السوء، وخصوصا من الحركات التي يكون فيها قلة أدب ليحذر منها الطفل؟ لا تجعلهم يخالطون الناس أو الشباب الذين عندهم سوء سلوك، اضبطهم وامنعهم وحافظ عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.